عارفين ليه بنحن الأيام زمان؟ عشان البساطة، اللمة الحلوة، الضحكة اللي طالعة من القلب. لما بنفتكر الأيام دي بنحن ليها وبنزعل ونقول قول للزمان ارجع يا زمان. يلا بينا نشوف رأي الناس في الشارع عامل ازاي. يلا مواليد سنة كام؟ 86. حضرت أيام زمان وذكريات زمان؟ أكيد طبعا. أوقات بنحن لأيام زمان وذكريات زمان. فاكر إيه من زمان؟ فاكر إيه الفرق بين زمان ودلوقتي؟ أكيد ذكريات زمان أحسن من دلوقتي، لأن الواحد كل ما بيبقى صغير بتبقى مش شايل مسؤولية، مش شايل هم، بيبقى كل حاجة جاية كده بتلقائية. يعني إيه اللي كان موجود زمان؟ إيه من ذكريات زمان نفسك تشوفه دلوقتي؟ كل حاجة، أيام الطفولة، المدرسة، أصحاب زمان، الحمد لله. يعني أي حاجة زمان كانت الواحد بيتمنى يشوفها. النهاردة بنتكلم عن أيام زمان والحنين للماضي. إيه اللي كان بيحصل زمان ونفسك تشوفه دلوقتي؟ والله صلة الرحم كانت زمان كتيرة. الأيام دي قلت كتيرة. كنا زمان نروح نزور بعضينا والأهل والأقارب وكده، وبنسأل على بعض. الأيام دي في تلاهي عن صلة الرحمة. شايف التكنولوجيا والإنترنت بعد الناس ولا قرب الناس؟ والله هو قرب الناس، قرب الناس، التواصل الاجتماعي كله قرب الناس، لكن برضه أنا بتكلم على صلة الرحم كانت زمان قوية. كنت زمان بتسأل على قرابك إزاي؟ والله كنت نزورهم دايما على طول. دلوقتي يمكن ظروف الحياة برضه والإقامة بعادت عن الموطن الأساسي. لا، بغض النظر عن شخصك. نعم. زمان كنا بنزور الاهالي في البيوت، كنا بنروح لهم. صح. دلوقتي ممكن نكتفي برساله على الموبايل. ايوه صح، قلت خالص صله الرحم، قلت الايام دي. كنا نروح زمان العزاء ونقف ونحضر الدفن، دلوقتي ممكن نكتفي بالبقاء لله على شات او العزاء على المقابر. بالظبط. ازيكم يا بنات؟ كويسين الحمد لله. بنتكلم النهارده، قول لي الاول مواليد سنه كام؟ 77. 77، يعني عايش بقالك زمان. بقالي كتير. ايه الفرق بين زمان ودلوقتي؟ فرق شاسع طبعا. نفسك ايه كان زمان يرجع دلوقتي؟ نفسي لمة العيلة تكون موجودة زي زمان. لان الموبايل اللي احنا بقينا فيه النهاردة بقى حاجة صعب، كله بينشغل مع الموبايل ومفتقدين العيلة واللمة. اوقات بنقعد مع اولادنا نحكي لهم على ايام زمان واللمة الحلوة والقعدة قدام شاشة التلفزيون بنتفرج، والسهرة بتاعت بالليل لما كنا نجيب اللب والسوداني ونقعد نتفرج على فيلم كلنا واحد، وصوت التلفزيون وهو بيوش والكلام الجميل. واخترنا لك قول لي فكرني. تاكسي السهره وبرنامج اخترنا لك. والشعراوي بعد صلاه الجمعه. ده الا الشعراوي وبرنامج علام الحيوان بعد صلاه الجمعه، كانت من البرامج الجميله. ونيس النهارده. وهي يوميات ونيس، حاجات كلها كانت الحلميه حاجات كلها كانت بتدلنا على الخير والقيم والمبادئ طبعا. انما دلوقتي ربنا عافينا. كل الزمان ارجع يا زمان. ارجع. مواليد سنة كام؟ 83. مواليد سنة كام؟ 2001. صغير لسه. طب حلو، حلوة المقارنة اللي هتحصل دلوقتي دي. دايما بنحن الأيام زمان. طبعا. وبنقول إن أيام زمان كانت أجمل. أجمل ببساطتها. أكيد. ليه بنحن الأيام زمان؟ وإيه الفرق بين زمان ودلوقتي؟ مفيش فرق بين زمان ودلوقتي، مفيش وجه مقارنة أصلاً. يا ريت أيام زمان ترجع تاني. في كل حاجة. فاكر إيه من أيام زمان؟ أو نفسك يرجع؟ الطفولة بتاعتي. وانا بتنطط وبجري وبلعب، جدي وجدتي. الله. فيش احسن من الواحد يجري على جدته كده وتاخده في حضنه وتحس بدفء وامان. لمه العيله. اكيد طبعا لمه العيله، الوالد والوالده والاخوات، العم والخاله، قرايب. فاكر برامج من برامج زمان اللي كانت بتيجي في التلفزيون؟ برامج كتير قوي، يعني برامج كتير. تاكسي السهره. كتير قوي. بوجي وطمطم. بوجي وطمطم طبعا. بكار ده على مدار الاجيال. ونيس طبعا. كمل الخفيه بتاعت ابراهيم نصر. شاطر. بس انت مواليد الألفين، يعني يعتبر يعني جيت في النهايه. انا جيت في الاخر بس برضو لحقت حاجات يعني. انا فاكر بوجي وطمطم. لا ده ما لحقتوش. انا فاكر كاميرا خفيه بتاعت ابراهيم نصر الله يرحمه. طبعا موجو طمطم عم شكشك. يا سلام، حلو ايام زمان. طبعا كان في بساطه في كل حاجه، في كل حاجه. انت لو كلت رغيف عيش وحته الجبنه، انت كلت دلوقتي يعتبر فرخه.
لما كنا بنزور حد زمان كنا بنزور ازاي؟ بنروح له البيت؟ انا كنت بروح البيت عادي. دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ لا دلوقتي اتكلمته في التليفون او خلاص كان الموضوع خلص يعني. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا. بالرغم ان احنا مش ضد التكنولوجيا ولا حاجه، بالعكس خالص، احنا يعني بقينا مدمنين تكنولوجيا، لكن في حاجات ما ينفعش طول الوقت نستخدم فيها تكنولوجيا. احنا ممكن نبقى قاعدين انا وواحد جنبي او في الغرفه اللي جنبي، وبدل ما اندهله او ان انا اروح له، لا ممكن ابعت له على الواتساب على الموبايل قد الكف، لكن بعدنا امطار بعدنا كتير، بعدنا كتير، بعدنا كتير. هتتعدل واحوال